الخير على كل حضراتكم، معكم في هنا مسبير، وبنستعرض دائما كل ما يحدث من مستجدات واحداث على الساحه. والحقيقه انه حديث كل الناس في مصر وفي العالم كله، طبعا عارفين الازمه الاقتصاديه العالميه واللي القت بظلالها على مصر، وبالتاكيد تاثرت البلاد كلها وتاثرت ايضا اسعار السلع، وشفنا ان في ارتفاع في اسعار السلع. ولكن فكره ضبط الاسواق مهمه جدا، الى اي مدى ان يكون هذا الارتفاع مناسب للارتفاع الحقيقي، والا يكون هناك ارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. فكرة ضبط السوق عموما، كان هناك اجتماع من معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع دكتور علي مسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار وضبط الأسواق. واسمحوا لي أن أنا أقرأ لحضراتكم بعض ما جاء في هذا الاجتماع. ضبط أسعار السلع، دور الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير التموين دكتور علي مسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيضا دكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أنه في ضوء ما تمر به بلدان العالم حاليا من ظروف استثنائية وأزمة غير مسبوقة ومنها مصر، فإن الأمر بات يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة. لذا سنقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد. إذن كلام يعني معالي رئيس الوزراء واضح جدا أنه سيكون هناك ضوابط للأسعار، وأن من لن يلتزم بهذه الأسعار ستكون هناك عقوبات واضحة ومحددة. عشان نعرف أكثر وبالتفصيل وكيفية ضبط هذه الأسعار وآليات تنفيذ هذه التعليمات، ما نورنا النهاردة أستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على مشاهدينا الكرام. حضرتك منورنا النهارده. الله يخليك. ويقع عليكم عبئا كبيرا في هذه الايام طبعا زي ما قلنا، نظرا للظروف العالميه وما القت به بظلاله على الاسواق ومنها مصر، وطبعا بعد تعليمات معالي رئيس الوزراء بضبط الاسواق، وطبعا دكتور علي مسلحي وزير التجاره والتموين. عايزه اعرف من حضرتك، في احنا بنشوف في كثير من الاحيان طبعا الاسعار كلها ارتفعت، ولكن في بعض الاحيان بتكون هناك ارتفاعات غير مبرره. كيف نحدد هذه الأسعار وآليات ضبط السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأسعار زي ما حضرتك قلتي دي ظروف استثنائية بيمر بها العالم عشان الكل بواضح والشعب كله عارف، من جائحة كورونا سواء حرب روسيا مع أوكرانيا، والعالم كله تأثر، ودي مؤثرات خارجية على الوضع في مصر يعني بيمثل 80%. ولكن في هناك ارتفاعات في السعر، في تحريك في ارتفاعات في السعر، ولكن في اسعار قد تكون مبرره وفي اسعار قد تكون لا مبرره. وهنا لما الدوله شافت ارتفاعات غير مبرره في بعض السلع، يمكن دوله رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع معالي وزير التموين والتجاره الداخليه والجهات المعنيه لضبط الاسعار. وهنا نقول ان وزاره التموين الحمد لله برضه لا ننسى دور القيادة السياسية والحكومة والوزارة ومع والتنسيق ما بين في توفير السلع على مدار الفترات، يعني برضو لا ننسى دور توفير السلع والإتاحة طبعًا. إن السلع موجودة ولكن برضو بجانب توفر السلع احنا دورنا نضبط الأسعار، برضو نضبط الأسعار عشان برضو محدش بما يخل عدم الضرر بالتاجر، وبرضو ما يكونش في أعباء على المواطن المصري. فأول حاجة ضبط الأسعار نمرة واحد بيجي من نتيجة الإتاحة وتوفير السلع، والعرض أكتر يكون من العرض أكتر من المطلوب، دي يؤدي إلى نزول الأسعار، ودي اللي شغالين فيه على قدم وساق من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية سواء وزارة التموين أو وزارة الزراعة أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الداخلية في أمان عشان ما نطولش على هذا الموضوع ونخش بقى على الأسعار. أولية ضبط الأسعار، كان عندنا بعض القرارات اللي بتحكمنا، طبعا إحنا دخلنا في اتفاقيه الجاد فما فيش تسعيره جبريه، والناس بتقول ما فيش تسعيره جبريه وهيضبطوا ازاي؟ لا،
ما كل شيء وله حل. احنا ما فيش تسعيره قبليه، ولكن لما هناك مغالاه في سلعه معينه من حق دوله رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان هو يحدد سعر السلع او يضع وضع تسعيره لمده 3 شهور لاي سلعه تثبت ان هي سلعه استراتيجيه. واحنا شفنا ما حصل في العيش ولما يحصل النهارده في الرز في الرز. حاجه تانية برضو ان حاجه تانية ان الاعلان عن الاسعار، ودي اهم شيء. الناس تفكر ان انا عن الاسعار ده مش لا مهم جدا، انا في جيبي 10 جنيه وممكن انا لو ما شفتش السلعه اللي قدامي تكون ب 15 وراح اشتريها نحصل نوع من الاحراج. لو معايا ابني لو معايا اي حد بيحصل لي النوع برضو من مش كويس جدا. فلازم كل سعر سلعة ما لازم يكون هناك إعلان عن الأسعار عنها. طب في مكان اسمح لي حضرتك بس نتوقف عند الجزئية دي عشان نكون لسان حال الناس ولسان حالنا جميعا. الحقيقة احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة، طبعا احنا عارفين موجة الغلاء العالمية وارتفاع سعر الدولار وهذه الأزمة العالمية كلنا مقررين، ولكن احنا بنلاحظ انه في أحيان وأحيان كثيرة بنلاقي إن ارتفاع السلعة يومي، يعني السلعة الأساسية يومي، يعني مثلا إذا أنا هروح السوبر ماركت أو هروح أي مكان أشتري منه كشك حتى تمام. فأشتري مثلا السلعة الأساسية النهاردة بكذا، بكرة ألاقيها غليت، بعده ألاقيها غليت في أسبوع واحد يا فندم تمام. فده هنا غير منطقي. يعني هنرد على هذا السؤال، يا ريت يا فندم هنرد. أنا بس همشي مع المواطن عشان يبقى المواطن لأن أنا بقول كده ليه؟ أنا عاوز المواطن المصري يكون شريك معنا في الرقابة. لازم يكون شريك طبعا. احنا 100 مليون مش هنجيب 100 مليون على 100 مليون أكيد. فلازم ان كل مواطن يبقى شريك. زي ما حضرتك بتقول لي بلاقي اسعار غليوا فيها او مش معلن عنها، ما عندنا هيتصل ب 19588 احنا هنتحرك. خليك ايجابي، وعاوز اقول قبل ما اخش في التفاصيل ان اي واحد بيتصل او بيقدم شكوى او بيتكلم دي بيانات سريه، محدش يقدر يفصح عنها خالص عشان يبقى عنده امان. ده سريه تامه. الحاجه الثانيه خلي بقى الاسعار، اول حاجه ان انا بعلن عن السعر. دي نمره واحد، لازم يكون السعر الإعلان عن أي سلعة المعروضة في السوق المصري، إن كان دولة رئيس مجلس الوزراء وجه على هذا الموضوع، لازم في إعلان عن السعر. دي نمرة واحد. في مرمى المواطن يعرف إن هو شايف السعر إزاي عشان يقدر يشتري. نمرة اتنين، هتقولي لي في بقى زي ما حضرتك هاجب على النقطة إن كل يوم بسعر. إحنا عملنا في قرار 330 بينظم السعر والفواتير المصحوبة. إزاي بقى؟ النهاردة حضرتك هو شاري البضاعة دي من شهر. كل يوم بيسمع كلام على السوشيال ميديا، لا الدولار بقى بكام، لا انا هبيعها بكام. دي ثقافه شعب مصري في بعض التجار، ثقافه خطا للأسف. انت عندك مخزون ويبيع بالسعر اللي هو اللي يشتري بيه، لسه يشتري بيه البضاعه من شهر او من شهرين. احنا عارفين عملنا في القرار 330 سنه 2017 ان من ضمن في خانه في قلب السلعه، لو السلعه دي طالعه من شركه سين مهما راحت الصعيد مكتوب عليها سعر بيع المستهلك. مهما لو راحت اقصى الصعيد فمكتوب سعر المصنع وسعر الايه المستهلك. يبقى ما حدش يجي يضحك علي انا النهارده كمواطن ويقول لي اصل الدولار غالي النهارده، فالسلعه اللي كانت امبارح مثلا ب 10 جنيه النهارده ب 15 جنيه. هنا دورنا كجهات رقابيه والله هشوف السلعه على الرف انتاج كام وجايه امتى، واشوف الفاتوره اللي هو شاري بيها عشان اشوف هو اعلن بالسعر المناسب ولا باع بأزمة الفاتورة بقى. دي دور مفتش فاهم. عندنا مفتشين متخصصين. والله انت شايف السلعة دي سين سكر دي ب 15 او ب 10 او ب 6، تعالى الفاتورة انت شاري من امتى وكان جاي بساعتها بكام، يبقى ليه رفعت من نفسك. هنا وفي اجراءات زي ما حضرتك اشرتي تبقى اجراءات حاسمة. كنا الاول بنتحفظ وقرار من نيابة وكلام ده، يمكن السيد المستشار النائب العام امر باي سلعة بتم ضبطها النهاردة انا عاوز اعمل اتاحة، عاوز اعمل وجود في السعر، عاوز اعمل مساحة في السوق. لا اللي هتتضبط النهارده عند تكون هي صالحه للسلاكة هيتم بيعها فورا للجمهور المستهلكين، سواء من خلال مجمعات السلكيه، سواء من خلال اللجنه اللي واقفه. ليه؟ انا عاوز اوجد اتاحه وتوفر السلعه في السوق وابيعها بالسعر اللي احنا معلن عليه في المجمعات السلكيه اللي احنا بنعلن عليه بسعر الحكومه او بسعر الفاتوره اللي كانت بيه. وده حاجه، ويتاخد اجراءات قانونيه ثانيه، مش عاوز اقول بقى الحبس والغرامه والكلام ده كله. اللي انا اتمنى ان ما حدش يقع تحت. طب يا ريت يا فندم، لا معلش اسمح لي نقول هذه الاجراءات، لانه احنا مش عايزين حد طبعا لا يتحبس ولا يجي له غرامه ولا يقع تحت طائله القانون. دي ظروف استثنائيه، وقال يبقى في حبس وهيبقى في غرامه من 200,000 ممكن تصل لمليون جنيه. في حال ايه بقى يا فندم؟ في حاله البيع بازل من السعر المعلن. عندنا مرسوم قانون 163 لسنه 1950 بده عقوبات شديده. عقاب دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه افرض انا عملت محاولة شير عليه برضو تانية وباع بأزيد، دي نفس المشكلة تانية. افرض ان هو كاتب على السلعة 5 قروش وراح ضرب على الكاشير، من انتم عارفين بعض الناس بتاخد الحاجة وتمشي، بنعمل كده اوقات كتير ما بنبصش. لا هنبص على السلعة كام ومضروبة على الكاشير بكام،
دي برضو دي نقطه مهمه جدا. لان انا ممكن اخدها من على الرف يبقى السعر حاجه واخد 10 اصناف 15 صنف هيقول لك انت لا، اما المواطن ما بيبصش تاخد 15 صنف 10 اصناف لا، احنا عندنا متابعه في ارض الواقع في الشارع. كل واحد فينا يلبس نظارته بقى يا فندم ويقرا على السعر موجود في على الرف بكام ومضروب على الفاتوره بكام. دي الحاجه اللي احنا بنقول في بعض السلع الزمنا ان يكتب عليها السعر السعر المنتج. يعني مش عايز اقول ان دي مش سلعه اساسيه زي السجاير، دلوقتي اصبح مكتوب على السعر. بعض المنتجات الغذائيه المغلفه بيكتب السعر النهارده على العبوه، ولكن هتقول لي نقول لك بتقول لك ما هو مكتوب على العبوه، ليه ما يحطش برضه على الرف على العبوه؟ اقول لك في بعض السلع مش هيجوز ان انا اكتب عليها السعر. ازاي؟ انا جايب صفيحه جبنه اسطنبول اللي فيها 10 كيلو ببيع ربع كيلو بربع كيلو، او البسطرمة او مثلا السمك اللي موجود في السوق النهارده، او اللحمه عند الجزار، فده مطلوب منه الاعلان عن الاسعار وبيلتزم بس هو اللي بيقول السعر وبيقول لك ده. فطبعا دي كلها حاجات اجراءات خدناها. في بعض السلع التانية الفاكهة والخضار الكلام ده كله، او السلع اللي يجوز اذا كتبت سلع عليها بس هيحط السعر على، هنقول السعر هيجي منين؟ في بعض السلع برضو بتاع سوق الخضار مش هيطلع فاتورة او يقول لك هجيب فاتورة، لا. احنا النهاردة دولة رئيس مجلس الشورى الوزراء قال الغرف التجارية مع وزارة التموين يعني شبه انعقاد كامل. النهاردة بنا نعرف السعر الاسترشادي من سوق الجملة من الغرف التجارية، من النهاردة سعر استرشادي سعر التكلفة كام، وانتبه السوق. بس السعر الاسترشادي ده اصبح مقياس اللي انا بقيس عليه النهارده في السوق المصري في السلع التي لا يمكن قياسها بالفاتوره او تكتب عليها السلعه. ده في حاله اسواق الخضار والطبيعي. انا كمواطن اعرف السعر الاسترشادي ازاي؟ انا بنزل كل يوم على الصفحه وبنزل في الجرايد وبنزل على صفحتي. عاوز اقول ان الرساله دي واضحه للمواطن، ان ما حدش يقول لا اصل انا ما عنديش تسعير، اصل انا مش جايب بفاتوره. كل سلعه في مصر هيتم مراقبتها بدون استثناء. كل ده امر في غايه الاهميه. لا مفر، احنا طبعا في ظروف استثنائيه. صح. زي برضو لما دخلنا في اعلاف برضو الاعلاف الدواجن وكده، وقعدنا مع اتحاد منتج الدواجن وحطينا سعر استرشادي وشفنا ناس قدر باسعار جايبين وكله هيتحاسب. بس الناس مفكره ان لا، اعرف ان ده بتطلع فواتير الكترونيه النهارده وفي فواتير النهارده والفواتير دي هتيجي وهنشوف السعر الاسترشادي قد ايه، وممكن تخش في قضيه محكمه اقتصاديه انت في غنى عنها. طب حلو قوي، كله هيتحاسب بالحق وبالقانون. بالقانون وبالفواتير الموجوده. صحيح، وبالعدل طبعا. اسمح لي حضرتك، وبالقانون يعني. اسمح حضرتك بس هنروح لهذا الفاصل ونرجع. طبعا. ارجوكم كملوا معانا هذا الحوار اللي بيهمنا جميعا بعد فاصل مباشر. نعود مع حضراتكم مره اخرى في اطار كلامنا اليوم عن اهتمام القياده السياسيه والدولة وتعليمات دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضبط الأسعار في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، الأسعار وآليات السوق. ومع ضيفنا النهاردة أستاذ منعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة. عايزة احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضرتك يا فندم عن فكرة العقوبات على من يخالف الالتزام بالأسعار وتحديد الأسعار في خلال الفترة المقبل. هو يمكن كمان من جانب العقوبات اللي ذكرت في قانون القرارات، يمكن اضاف الدكتور مصطفى البولي معالي دوله رئيس مجلس الوزراء، ان اي واحد هيخالف في هذه الظروف، لان احنا في ظروف استثنائيه وظروف غير عاديه، فكل لازم يتكاتف وتضافر، وكل لازم يكون عنده يعني انتماء للبلد والوضع البلد الاقتصادي. فالنهارده اي واحد هيخالف طبعا في عقوبه، قلنا 200,000 جنيه او تصل ل 2 مليون جنيه ومصادره البضاعه، ويمكن امر صادر بسحب الرخصه وغلق المكان. وطبعا هيتم تسليم المتهم للاسم ده عرضه على النيابه فورا، لان دي اجراءات لازم تكون حاسمه في الوضع الراهن. كنا ممكن نقول نتحفظ على السلعه، ناخد اقواله وبترد على النيابه بعدين، لا، الكلام ده ما عادش هيكون موجود. تم عرضه على النيابه مع المحضر وهيتم مصادره البضاعه وسحب الرخصه على طول فورا. ودي يمكن كانت توجيهات من دوله رئيس مجلس الوزراء، ودي برضه عشان ان بننبه من النهارده مسبقا وقلد مهله للناس ونعمل توعيه للناس وبنوجه رساله للناس ان في اجراءات حاسمه هتتم خلال الايام القادمه لكل من يتلاعب في السعر او عدم الاعلان او بالبيع بزياده. نيجي بقى في الاحتكار. لو جينا بقى واحد النهارده خزن سلعه عشان يتحتكر، النهارده الحمد لله الدوله بقى عندها معلومات وعندنا قاعده بيانات وعارفين الشركات. ولما قعدنا مع الشركات في فتره الدكتور علي مصالح مع وزير التموين، قعد مع الشركات وطلع السلع من المواني وخامات الانتاج لهم، وادينا تسهيلات سواء في الاعلاف وكده. فعملنا ايه؟ قلنا للشركات يبقى في سجل حركه. انت دخلك النهارده سين او خمسة سين، هتوزع النهارده بسجل الحركه اديت لمين ولمين عشان انا بتابع.
النهارده والله انت طلعت الفاتوره لصاد، انا بروح لصاد بشوف استلم الفاتوره دي واستلم الكميه دي ولا لا، عشان منع الاحتكار او واحد يحجب سلعه او واحد يخزن سلعه لزياده بالاسعار. الثاني حاجه برضو ترويج الاشاعات، زي واحد يقول لك زي ما شفنا الاشاعات بيقول لك احنا ما عندناش شاي يكفي، عندنا شاي يكفي 13 شهر ويومين، 13 شهر مش شهر، ده واحد بيرمي كلمه عشان يرفع زي ما هو النهارده. لما واحد يقول النهارده العدس والفول، لا انا بقولها من هذا المكان، انا عندنا مخزون استراتيجي من العدس 7 شهور، وعندنا مخزون استراتيجي من الفول 4 شهور ونص، والفول على وشك انه يطلع. مشاكل في اي سلعه من نوع الاستهلاك، اقل سلعه النهارده عندنا 6 شهور في ده. يعني احنا بنقول، اسمح لي هنا برضو حضرتك، دي نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها، ان احنا ما نشتريش حاجه بغرض التخزين لحسن تختفي زي ما حصل ايام كورونا. لا الناس بتخاف، بلاش كورونا. فاكره في اول في رمضان لما كنا عاملين معاد في 12/3 في رمضان، لن ننسى الموقف، والناس راح تخزن واللي خزن واللي واحنا عملنا معادر وشوادر وعملنا تخفيضات 25% والعروضات بقتنا هناك، كل اللي خزن اثر على دخله، اثر على المكان اللي هو مخزن فيه. عنده بضاعه يمكن ما لهاش لازمه بالسلاك، انما انا بقول واجه رساله ان الوضع والمخزون الاستراتيجي السلع الغذائي والامن في الامن الغذائي امن جدا في مصر. كانت القياده السياسيه كانت عامله اعتمادات مفتوحه. ولو برضه ارجع لحضرتك حاجه واحده بس، نيجي على القمح اللي احنا بنستورد 50% او الزيت، كان احنا عاملينه ناقص عشان نكمل 6 شهور ونص تاني، اول ما بيحصل بيتم مناقصات القمح. احنا النهارده عارضينه القمح اللي احنا كان الناس بيقول لك مصر هتواجه في مشكله في القمح ومصر هتواجه، لا القمح النهارده احنا كوزاره التموين بندي للقطاع الخاص، وعاملين منصه الكترونيه وسلعه البورصه السلعيه في هيئه سلامه في هيئه السلع التموينيه، بمرتين في الاسبوع بيتم طرح قمح. يعني مفيش مشكله في القمح عشان محدش يجي يعني مثلا، انا بقول علي بنطرح قمح مرتين في الاسبوع للقطاع الخاص، وبندي الدقيق ب 11,000 للمخابز الصحيه والمخابز الافرنجيه عشان تدي عيش بالسعر اللي احنا متفقين عليه. تعال خد دقيق السياحي اللي هو 11,000 الفينو والسعر، تعال خد الدقيق ب 11,000 ونزل العيش بالسعر والوزن المتفق عليه في القرار. يبقى حد ما حدش يجي النهارده يقول لي لا اصل العيش الفينو او ايا كان نوع العيش يعني سياحي او غير سياحي غالي علشان خاطر ما فيش قمح والحرب، ما حدش يقول الكلام ده. شوف الرغم من روسيا واوكرانيا، وعم بقول لحضرتك ممكن في مركبه داخله والمرح ب 30,000 طن. فالنهارده عندنا الوضع كويس جدا جدا في القمح، عندنا في السكر 3 شهور ونص، وكان السكر الجديد على وشك ان هو خلاص الانتاج الجديد في اخر الشهر ده او في اول واحد، والبنجر طالع في شهر 2. فعندنا يعني الحمد يعني لله عندنا مخزون استراتيجي آمن. ليه بقى؟ البلد عامل زراعات تعاقدية ودي الحوافز للمزارع، فالنهارده بيساعد. السنه اللي فاتت كان اللي قبل فاتت كان ارداب القمح كان بحوالي 685، السنه دي خدناه ب 865، السنه الجايه بنقول اللي هيزرع قمح الارداب ب 1000 جنيه عشان بدل ما كان بيزرع 5 هيزرع 10، عشان بدل ما كان المخزون بتاعي انا عندي ب 4.2 مليون عاوز اوصل ل 6.2 مليون السنه الجايه. فكل ده الدوله ماشيه باستراتيجيه كبيره وخطه موضوع سواء في الزراعه في تحسين المطالب في الموضوع الاستراتيجي. النهارده كمان عاوز اقول ان احنا عندنا دراسات مع الوزارات المعنيه كلها، بقول مع وزاره التموين وبلغ وزاره التجاره والصناعه، لا وقف الاستيراد في كذا، لا افتح الاستيراد في كذا، ليه؟ لتامين احتياجات المواطن المصري اولا اللي في من السلع الاستراتيجيه. عندنا حجم الاستهلاك قد ايه؟ حجم الانتاج النهارده قد ايه؟ سد الفجوه ما بين الاستهلاك والانتاج قد ايه؟ كل ده ما عادش شغال عشوائي، لا بدراسات وشغالين سواء مع وزاره الزراعه، وزاره التموين، وزاره التجاره، وزاره الماليه، وزاره التضامن، كل الوزارات النهارده شغاله مع بعضها في سبيل يكون الوضع اللي احنا شايفينه ده واللي وصلنا ليه يعني دون الدول الاخرى في استقرار ملف الامن الغذائي. طيب اسمح لي بقى يا فندم، احنا يعني وكل سنه وكل المواطنين طيبين، ننتظر قريبا اعياد الميلاد المجيد واعياد الكريسماس، وبعدها بثلاث شهور شهر رمضان المبارك يحل علينا قريبا ان شاء الله. الحمد لله. يعني يا رب الايام كلها تكون جميله ومباركه وفيها مناسبات دينيه جميله، ولكن طبعا احنا عارفين ان الناس بتبقى قلقانه، يقول لك احنا جاي عيد، جاي رمضان، جاي اعياد الكريسماس، احنا عايزين نخزن عشان هنعمل حلويات ايا كان. لو رجعت ورا بجائحة كورونا، فاكرة اول ما بدأت والناس نزلت على السوبر ماركت اللف فضت، كان ايه اللي حصل؟ احنا بقالنا سنتين او اكتر من سنتين في سلعة نقصت في الدولة اطلاقت، في سلعة حد قال لك النهاردة خد كذا، لا ما تاخدش كذا، حد قال له خدها على قد حجم، لا بس احنا بنقول ما تقلقوش. برضو وجه رسالة تانية، والله ما تقلقهم، السلعة كلها متوفرة وعندنا مخزون استراتيجي. يمكن احنا عندنا 1500 مخزن دلوقتي، عشان اوجه رساله برضه في الصعيد ووجه بحري، يمكن النهارده المواطن في الصعيد
ما عادش بيفرق عن القاهره، السلع بتوصله من خلال شركه القبضه الصناعات الغذائيه اللي عندنا 1300 مجمع و6000 فرع جمعيتي، فاصبح 1500 مخزن. النهارده حد قاعد بيقف في طابور العيش؟ حد قاعد بيقف النهارده في التموين يقف يقول لي السلع مش؟ لا، النهارده كم فرع فتحناهم وكم فرع بنفتح وشغل الشباب في جمعيتي في توفير السلع من خلال المجمعات السلكيه اللي لسه ما زادتش عندنا برضو. طب ليه المواطن عشان برضو من ضمن محاربه الجشع على التجار، انت عندك كم منفذ حكومي في وزاره التموين ووزاره الداخليه والخدمه الوطنيه تضامن والزراعه، كلها منافذ حكوميه النهارده بتبيع باسعار مناسبه جدا. ادي اشتري من المنافذ الموثوق منها الحكوميه وسيب المنافذ دي دلوقتي، هو ذات نفسه البضاعه هتنتهي عنده هتبوظ هينزل بالسعر، لان انت كل ما وفرت السلعه العرض والطلب كل ما السعر بينزل. فالنهارده الدوله حريصه على توفير السلع، والنهارده توجيهات القياده السياسيه ودوله رئيس مجلس الوزراء رفع الاعباء عن المواطن المصري. ممكن شفنا في الشوادر والمبادرات كلنا واحد، والسيارات اللي موجوده في الشوارع النهارده بقى في اتاحه لجميع السلع بالاسعار المناسبه. قدامك السعر في وزاره التموين في المجمعات بتاعتنا ما زادش، الرز ب 14.5 وما زال عندنا كل سلع ما زادتش خلال الفتره اللي فاتت ثابته الحمد لله، بدليل النهارده الدوله بتاخد اجراءات برضه سلع تموينيه ثابته زي ما هي ما زادتش، السكر ب 10.5 والرز ب 10.5 والكيس التعنبي كل الاسعار الحمد لله. عندنا استراتيجيه ومخزون استراتيجي عادي وبنعمل تعاقدات لفترات طويله، ودي برضو اللي مؤدي لاتاحه وتوفر سلع في السوق. طيب هو احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ولكن كلمه اخيره حضرتك تحب تقولها لكل اللي بيتفرج علينا النهارده تقول ايه؟ انا اوجه رساله لكل يعني مواطن بعتبره اخ، انت شريك معانا في الرقابه، ده حقيقي مش بنتكلم كلام، لا انت شريك معانا، لان مش هنجيب عدد المنشات في مصر 6 مليون منشاه، مش هنجيب 6 مليون مفتش. فالنهارده احنا بنفتش على المستودعات وبنستودع على الدقيق والمخابز والمطاحن والاسطوانات الغاز والعيش والرز والشعير وكل سلع. فانت شريك معانا، تلت واحد عامل مش شرط الاسعار، كمان في ناس بتفكر الاسعار مش كل حاجه، لا ده ممكن سلعه تكون غير صالحه او شفت أو اي حاجه غش، او شفت واحد فاتح مخزن بيغش جنبك، شفت واحد بيضرب حاجه جنبك، انت بلغ، انت شريك معانا. شفت واحد مزود او حاجب سلعه او بيخزنها، خليك شريك معانا وايجابي. انت بياناتك سريه، وده اللي باكد عليها جدا جدا جدا، بياناتك سريه، اتصل بينا ما بناخد اجراءات في اي شكوى على طول، سواء في مجلس الوزراء او جهاز حمايه المستهلك، في تنسيق ما بين الجهات الحكوميه والجهات الرقابيه معادنا ومع بعض. فالنهارده الحاجه الثانيه الاستهلاك مش عيب ان انا اخد على قدي، ما بلاش داعي ان انا اخزن، كون استهلاك على قدي. احنا كشعب مصري ده عندنا فعلا، ده حقيقي، ما بنيجي نعمل بعض الحاجات في البيت بنرمي اكتر من 30%، مش عاوز اقول يعني في الناس بترمي 40% من الحاجات، يعني اعتقد الناس ما بقتش تعمل كده، بقى في وعي بصراحه. وعي النهارده ما تزودش في الحاجه عندك في الخزين، الحاجه كلها متوفره، السلع متوفره باذن الله، وان شاء الله الدوله حريصه على عدم رفع الاسعار وتوفيرها خلال الفتره القادمه. لا وانا ممكن ازود حاجه يا فندم، كلنا عايزين ماسكين الموبايلات في ايدينا طول النهار والكاميرات، يعني زي ما بيصوروا كده كل حاجات وبتنزل على الانترنت، اللي يشوف حاجه مش مظبوطه يصورها يبعتها لكم. حقيقي فعلا، يعني فعلا للتوثيق يعني. تمام تمام تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده يا فندم. استاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين والتجاره الداخليه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ووصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اعتقد ان احنا كده جاوبنا على كتير من الاسئله اللي بتدور في اذهاننا جميعا، وان شاء الله نشوف الفتره القادمه استقرار وتنفيذ زي ما شفنا كده، وإجراءات صارمة واستقرار في الأسواق وفي السلع. بشكر حضراتكم، صباح الألف خير.